ليش عملتلكم تحبوا تركبوا هيلي ومشاكلكم والله لا يمتعي نحب نعيش ترونكيل على هالشقي وفيا نحب نعمل بونكيف شهل البلاد هذية ونحب نسألهم عاونوني وفهموني جيت في عجتهم غرفوني كلاهوني العبد وللنظيف وما نحبش نتحندر ونعط منهم بالزيف ويعيطوا لي عندك العينين تحلو والصريق تجربة الباهين تدلو البيبان التربة القطعة يتخرو ويستنوا في الضربة سألت شنية الحلو لهذا يقول لي الهربة ثبت في يمان ثبت في وجهي يرحم والدي لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله شبيه شمه تحت مره واللي مش خطيبتك في بالها بيك قاعد تخرج مع بنات اخرين في الليل تسهره شو هذا شيء الورقه اللي قلت لي فركس عليها موجوده في الدوسيات هذا ما انا ما لقيتهاش فركس واحد انا هاني باش نزيدك 500 دينار في الشهريه ونعطيك بريمه نتاع العيد كهو شنو كهو تحب نعطيك اختي زاده حاشتنا بحاشة نعيمة ربي 250 لجرام صح شكيب وي قطع يا دي السلعة امشي وليد هل يمشي له المركز؟ بسم الله بسم الله جونت جونت شبيه شبيه خرجتني كل خشك الثورة أنا أبو قبّع هذا هو النهار اللي نستنى فيه عنتر السبتي المجرم الكبير يتم القبض عليه على يد المحامية الكبيرة عفيف بوقبة ويخرج اسمي هكا تيتر ويد كبار في الشرايط تولي هكا القضايا تجيني هل عندي برشا فلوس شو عندهم زعما عاود فمي نعاود خشمي كرشي نحيها نقضي عليها جملة واحدة ونعاود روحي بكلي ونولي أنا مش أنا تعرفش كيفاش تمدي وعندي فلوس عشان مش فنانة نعمل غنية اسمها يا محامية يا حنينة وقتاش نقابلك في الجنينة يابا يا محامية يا حنينة وقتاش نقابلك في الجنينة يا محامية يا حنينة وانت باش تتكلم على جيت لهنا ولا شنو هو على جيت لهنا انت انا متهم في جريمة قتل نمشي بارفيرميري ماشي المحامية فهمتك تو شنو تحب دبوزة بارفان شنو نحب حبك ترفع عليا متر مش نسمع فيك فمو مسكر نسيت وانتي عشان اعطيني شربة ما عناش ما تكلم عالبالك اللي هي اقوى محامية في البلاد ولا راني انا ما جبتكش لاي محامية هذه لا يشق لها غبار مش نورمال راي عمرها ولا شهدت قضية وخسرتها احكي له احكي له على قضية الكلب اي سيدي فما نهار مواطن وكل كلب لحمة مسمومة يا لطيف يا لطيف هاي شبك معناه يا ربي عليه مازال 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 اسمعت يا اخي مولا الكلب وكلني انا الله لا تربحه علاش يوكل فيك مولا الكلب وكلني على الكلب فالكلب ولا موكلي لا حول ولا قوة الا بالله الكلب اللي يوكل فيك وحده اسمعني تو بعد نكمل لك حكاية الكلب شوفونا تو قضية الكلب أنا اسمع احكي له احكي له على قضية البيم اسمع هدي اسمع اي سيدي شد عندك فما نهار مواطن وكل بهيم
لحمة مسموم. حول ولا قوة إلا بالله. مازال مازال شكيب يا أخي، البهيم لحم ماهوش عاشب. مال هو علاش بهيم؟ خلى الكرة تاكل اللحم. فوالا، وأنا هذي اللي استندت عليها في قضيتي باش طلعت المواطن بريء والبهيم بهيم. ماتر تبارك الله عليك، أنت ظاهر فيك اختصاص حيوانات. باش أنا؟ بما أنه أنت اختصاصك حيوانات، اعتبريني وخيك أنا باع وحصلت وباش نوكلك. وشكون مولاك؟ الفيل هذا. اه فلا، خاطر انا راني ما ندافعش على قضيه بلاش مولا. استاذه، فما بوليسي اسمه عثمان قال لي هو خوك ويحب يقابلك. عثمان البوليس خوك؟ وش بك مفجوع؟ ليه؟ علاش تحبني خاف؟ متهم بجريمة قتل، ريشيرشي وبوليس داخل وانا قاعد نبنك. اهلا. شنو هي الحالة هذه؟ شنو هي أنت؟ خرجت من الباب رجعت لي من الشباكة؟ فهمتكش يا عثمان، شنو شباك وباب؟ زيد زيد تبان الزيت، مانيش مرتاح لك. تحب تشرب لها مخها كما شربت مخ سيرينا؟ يستحيل بغال كيما هذا ينجم يشرب لي مخي. أنت عندك مخ تشرب بس. صح عليك، سيرين بنتي تحبك، ما كانش أنا نعطي بنتي لواحد كيفك أنت. ما يويلك نهار تجي تقول لي عمل لي هكا ولا هكا، من علقك من ساقيك. شو سيصل لي النبي يا سي عثمان؟ السيرين هذيك راهي الكبده، عمري ما نجرحها. كبده. شو بيك تفبري انت؟ الصباح ضربني شويه وكاو. لما انت صغير انا خليك في صبابة رجال 47، اليوم وليت تفينس. مش مشكلتي تحل شوية. ايش بيه؟ حتى الصباطة قدمني، تجي نخص الصباطة ضربني. ايش بيك تضحك انت؟ تحب نهبطهم لك سبحة؟ اخوي عثمان يا خيتي، على الجيت. شنو على الجيت؟ في الدار ما نجمش نحكيو على راحتنا. جيت باش نحكي على الكلب هذا، شايو لقيته قدامي. اذكر الكلب يحذر. انا كلبي سي عثمان. اي يمالا، خلني نمشي نلقح. شر. الرهط هذا مانيش مرتاح له انا. ما تخافش خويا عثمان، ما دام الاستاذه بوقبه موجوده ما نجم يعمل حتى شيء. سيرين، نعرف قلبك حنين، جيت باش تقولي نحبك. ها وانا جيت باش نقول لك الموت عليك. شبهتك اش قلت لك؟ قلت لك سيرين ما تمسهاش. سيرين ما تخربهاش، ما تقدرش، راني نقطعك. اش بالك اللي انت عندي زوز من الناس تعرف اللي انت تبيع في الزطة، معناتها عندك ترويج مخدرات هذوما 15 سنه نزيدوه. زيدوا. وعندك تحويل وجهه المراه تعرفت عليك هذوما 10 سنين نزيدوه. زيدوا. وعندك براكاش باستعمال آلة حاده عندي. والشروع في القتل هذوما 25 سنه عندي. نزيدوا. اش باش نزيدوا؟ هاي الكالكولاتريس طلعت له مؤبد. يشدك بكالكولاتريس يا سي عثمان. معناتها انت تعدي 60 سنه حبس، يجيك رئيس الجمهوريه يعمل لك عفو، تخرج بعد 30 سنه. أمي حاضري القفة والجميلة، ولدك مشى كلب على زبالة. سي عثمان مرحبا، تفضل ادخل لديخ. شبيك البر؟ شبيك بيك في البر؟ تفضل ادخل لديخ. شبيك مصاهم سي عثمان؟ بحال لدغك فرزاز وماك لبس. سيرين شبيكو بابا؟ باب. لبس؟ لبس. ناديتولي؟ مش كلي تبدلت شوية على المرة الأخرى؟ أخرى اللي فهمتك أخي، وش معني؟ شي هيا عاش بنتي، صلي على النبي. الناس كل تغلط، مش هكا فرجانية، الناس كل تغلط هكا. سي عثمان ديما نقولي رد بالك، عاد تفوت فراي ديامونت الشومي. حتى أنا يلزمني رد بالي. رد بالك على وش أنا سي عثمان؟ على الديامونت اللي قدامي. سي عثمان نمشي نجيب شمعة ونجي. تو ماكش باش تدخل لديخ باش تضحك واقف؟ لا خلي مرة أخرى، يلزمني نمشي. بابا مانو، مشكلتي؟ مشكلتك ما تحلت يا عايش بنتي، مش هكا يا أحلى نسيب.
أربعين ساعة ثمانية. وأنا عندي أغلى وحن وأرق وأبن. ينسي بيا تبالك على روحك. تهنى تهنى سي عثمان. مش عليك أنت على فرجانية. نير تبي على روحي سي عثمان. إلى اللقاء. إلى اللقاء أبوي. إلى اللقاء. متخافش يا سيدي. فرجانية. متخافش. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا يا رمزي ايش هالليلة؟ ان شاء الله خير. اه رمزي صفا صاحبي كيفاه؟ ينجي اخويا ينجي اخويا يا ولدي. عول علي حديث هذا باش حاجتك؟ عندي عندي في السيب عندي واحد تحت يدي اموره هانيه مريقي لوكي سلكناها يا معلم مش نمشيو ونغنيو في عرس. شو مش نغنيو في عرس يا ودي؟ انا ما نعرفش نغني. راه انت قوتك مش في صوتك قوتك في راسك انت. اسمعني يا اخي ماشي نطحوك باش يا ودي. تبري تبري شبك تمشي مش معي. مدام هذه يلا تونا زغروتا زغروتا. اللهم صل على النبي. بهذه المناسبه السعيده باش نتقدم اغنيه رومانسيه اول مره تتسمع خصيصا للعرايس هذو ما شاء الله ربي يهنيهم. يا زول يا زول يا ظلم هذه يا ظلم. نشكركم على الورد والزهور يعني عبرتوا على مشاعركم كل صدق وانا مش بكون اصدق منكم مش نقدم اغنية كتبتها خصيصا للعرايس هذول. يا روسا يا روسا يا روسا يا روسا يا روسا يا روسا يا 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 روسا عرستي وسوف تندمين عرستي وسوف تندمين وستبكين بدمع العين وستغزين البصر ستغزين البصر. أيوة. والآن مع مفاجأة السهرة نستقبل مع بعضنا بوراوي بوغولا. شد روحك شد روحك سلكناها سلكناها. يلا يلا. اي والله تسلي عليني. مازلنا مازلنا نزيد الغلول. وكل قطع تليفون تليفون وصل. ارتم تليفونك يسوي تليفون. وي هادي مازال شكون الكوموند هذيك تليفونك مازال يسوي. الو الو وي عسلام عسلام
عسلامة سي حنطر. شكون معايا؟ متر بوكبة. شكون؟ متر عفيف بوكبة. شكون؟ قوم قوم متر بوكبة متر بوكبة. متر بوكبة تاع المحامية. خمسة تاع الصباح تطلب فيا. يودي هذيك ما تدخلش الليل. تخدم خدامة خدامة. إن شاء الله خير. متر مرحبا. سي حنطر. ربي كان ما يقلقكش. عندي بعض الأسئلة يلزمني نسألهم لك خاطر أنا حال الملف توا. حال الملف توا 15 صباح خويا. سير فما خيط. إن شاء الله يا رب. وي تفضل متر بيان سير تفضل متر. نجم نعرف فيسبوك نتاعك؟ قلت لي نجم نعرف فيسبوك نتاعك وشنو؟ سير فيه خيط. إي الفيسبوك نتاعي عنتور هكا عامل تصوير نتاع الدبدوب تلفت للشط. والانستغرام؟ الانستغرام عنتور كومسا سي فرونس. قداش طولك سي عنتر؟ قلت لك قداش طولك؟ سير فيها خيط. 198 بون انت حط 167 ما تكثرش فهمت؟ ايه. سي عنتر. اه. انت مرتبط؟ قلت لي انت مرتبط وشنو؟ سير فما خيط سير. لا لا ما مانيش مرتبط مات مانيش مرتبط. عندك حاجة تحت يدك؟ توا؟ هي. هي ولا عندي. تليكوموند شعتني تلي نقصد معناها عندك حاجه في راسك هكا قلت عندك حاجه في راسك سير فيها خيط والله عندي وجع كي شقيقه لطف شطر راسي كل وجع يا سطر شعتني مره اخرى نقصد معناها انت انجاجي لا 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 متر لا طولي سي عنتر تحب تربح قضيتك هي نحب نربح متر من شو تحب تخرج براءه قلت لها تخرج براءه هي هي نحب نخرج براءة تعرس بيا الو 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 الريزو قص الريزو قص الريزو قص الريزو قص خويا قلت لي لازمك تعرس بيا سير فيها خيط خيط عليك انا اللي غلط ارتحت منها الهم عنتور بسم الله الرحمن الرحيم ما جاوبتنيش الريزو تيح اما متر بوقبع ما تيحش خويا بيتي في رومبوا يا اخي وشنو هو هربا 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 عيد ميلاد سعيد لحلوحة عائلة تبحث عن مهرجان لتنشيط عيد ميلاد لحلوحة مقابل مبلغ قدره 400 دينار يا معلم يا معلم عائلة حشدها في سكلونات 400 ألف مش مدخلنا شنو شو مدخلنا؟ نمشوا احنا نشتغل عيد ميلاد نضرب 400 الف ما دي ما نعرفش نعمل كلور انا كيفاش ننشط؟ ايش فيها كلور؟ ايش فيها تعديل فارغ طرف حموري انا قليب انا قلب انا ضربات هكا من انا بالابيض ضربتين هكا شويه هكا نعديوها عليهم اخي شو علاش كون مهزله؟ علينا احنا والله باش نسرقوا بس بس هذاك هو عيد ميلاده اليوم بس يا ربي تخفف الخبزه هاي بيه لو انا مرحبا بيكم اليوم عيد ميلاد باش نعملوا برشا جو انا باش نقول على السلامه وانتم تقولوا على السلامه بالقويين على السلامه اسمعني الاطفال هذوما بلاستيك لا ما نعرف انا اليوم نحتفلوا بعيد ميلاد لحلوحه لحلوحه سي لحلوحه واللي تطيحوا في القدر انا اللي باش نخلصكم راني سيمو بالله باش نصرفكم هذي ايا حلوا فلوسكم ضحكوني ضحكوك ايا ضحكوك نقطة اي هي عندي نقطة ابي قالكم عندي نقطة باش نربح تقتل بالضحك باش تقتلكم الكل بالضحك خاصة انت والله انا ما نقتل بالضحك والله هاي النقطة قالك دم واحد مش حاح صام 33 يوم طلعوا علاش علاش قعدت له الشربة عم يكملها الله يخفف الخبزة الولاد ما ضحكتوش
يا زوز مهرجين تحبوا تخلصوا انتوما؟ اي اي تحبوا ملا. عندكم زوز حلول ونخليكم تختاروا لعبة الطماطم ولا لعبة الزرزيحة. الطماطم الطماطم اختار الزرزيحة. نحب انا يا ودي الطماطم خير. الزرزيحة شفيك ما تفهمش انت هذه ظاهر باش يضربونا بالطماطم. خلينا ناكلوا حاجة على الأقل. اخي انا بيتي جعت. اي خويا الطماطم 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 دين لعبة الطماطم متأكدين؟ متأكدين. ها يا الأولاد توكلوا. ستوب صار هي الطماطم حكوك ملا شنو في بالك صاحبي؟ خوي جيت باش نضرب عرضتك جهر هزنا الزرزيحة الطماطم ليه؟ الزرزيحة باهي انا قلبي كبير الزرزيحة ومن بعدك نخلصكم. الحمد لله راك حلاوات راك نمشيو للزرزيحة. احلى ورد الاحلى ورده. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم. بكو ورد يتكلم. يا بنت عثمان عثمان. يا والله سي عثمان مرحبا بيك سي عثمان. تي زين عاد من سي عثمان تيقول عثمان ديريك. اخي باش تخليني واقف هكا اغسل المطر تركل. عندك الحق هاجي. يا فرجالي يا ما نقصدش نمشي نروح نقصد ندخل لداخل. شوف سي عثمان انت وقيلة فاهم الحكاية بالغلط. ناي مرأة وحدي ما نجمش ندخلك. ناي ملي مات المرحوم تو 30 سنة ما ثمش راجل تخلى الدار هذي فهمت؟ فرجانية احسبني مش راجل وخليني ندخل. والله انت قلت مكش راجل مكش راجل كي مكش راجل تفضل. وي يعرفي يلا غالب والله يلا غالب والله تعدت بي ظروفك ربي يعلم. باهي باهي نوصل للدار نبدل تمشي ونمشي للحانوت داكورد. اوكي اوكي تهنى تهنى على سلعة الناس يلا نعود مع بعض. مع سيرين تحبشي كيف تعاود البابا غيوت هذم تعاود سيرين تحبشي كيف تعاود. بسم الله الرحمن الرحيم. خويا شفتوا التليفون هذا؟ يا يتصلح يا يتصلح. وسامحني شنو اللي في يدك هذا شارجور؟ فضلك هذاك راجلي بابا. تصور انت انا جيت شوف في مساجاته مع البنات وهو فك لي تليفونه وما في صال مسحانه. وقت لي انت وقت كيردون هذا يحكي مع البنات. فضلك من مع شكون تحبوا يحكي؟ هذا دور مرمون يحكي مع الزيتون. فضلك فضلك نجي نخطب حذاك نولي اصحابه. لا اختي باش نشوف لك امورك تاو توت سويت. لا هذا يتصلح فاسي المو هذا يصلحوا شوية مدام. لا لا يتصلح هذا يتصلح يتصلح قلت لك يتصلح فاسي المو في شيء هذا شكي والله يغني رابي خويا رابي وراو ينجم يتصلح ينجم ما يتصلحش. هو لو كان يزيد شوية الاحتمال ما يصلحش. لا يدكك هيك يا انت صلحه. مش نزيد نشوفه او مش نزيد نشوفه يمشي مرافني عايشك. لحظة انا قاعدين نشوفه. سامحني مدام هذا والله لا يصلح حاسي شنو يا ريت روحك يخليتنا نضيع قدام لي يسوى اللي ما يسويش. ايه 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 شكون ما يسويش؟ ايه انت ما تسويش. انا مش ما نسويش انا كلبة بن كلب. قصمان بالله يا ليلى ليش قلت لك راهي بنت عمي اللي بعثت لها ميسره زي عمي راهي الهوى يا حبيبي زي الهوى Oh,
غرفوني كلهوني العبدو للنظيف وما نحبش نتحندر ونعط منهم بالزيف ويعيتوا لي عنتر العينين تحلو والصريق تجربع الباهين تدلو البيبان التربع القطعة يتخرو ويستنوا في الضربة سألت شنيا الحلو لهذا يقول لي الهربه